ما ميتعني دوك ما يطاوط بخير الله يرتعنا لا باش كالخ واه ما خصها يدخل هني غاي اوبا اوبا مامو والحج والحج اما داش تا ودينا او تي داني تكشف تي في تاني نصون راسنا تركاي لا حول ولا قوه الا بالله ولا خصك مودي راه ضرب فيا ايوا من درا ديما زايد ديال نربايك ني قران صغار ما ينفع واي شي لاري قرا بعدا يسو لاري قرا وي يجي يخدم كرا يجي يشغل كرا اه تا الساعه تي بعدا درت هاد ديال 400 وا ما زيد تقلق لا هادي 100 وري لي لينا يزر ما داس تسكار هام جوري لينا خصو فغاميانا سنكشتي لعاد سنكشتي دابا راه اثنا يا نويس ام يا وري لي لا حول ولا قوتي لا ان شهر الجن هك ما الجن تاع بدو تكشمت الجن تبي هك الجن مشاهدينا الكرام السلام عليكم مرحبا زاروني الحلقات الجديده البرنامج نجمكم معنا اليوم اصدر نستضيف يعني الشاب سي ايتو الزين يعني الشاب مبدع التمثيل يا يلا عداء محلي سي حسن مرحبا زاري أزول سيوس فأزولي كل ما يتفرج دان البرنامج آخر دا تزويل دا سنمير سيوس فخوي دان الاستضافة دا سنمير خوي أشي يعني كل شيء ما ينفوس اللي ينجح دان البرنامج تنميرت سي الحسن السؤال مزوار ويدا تغور إيد بركة الحسين إنه علم مفاجأة جديدة فيما يخص في المقاصير في الطريق تنميرتيا فعلا بعد ما نجحت غنى الفيلم نغى أميغارو قبل كاع الدوار نوا داس نسكر الجزء الثاني ولكن إدا يتغنى الفيروس في الوقت الدغ صافي نحبس لحق يسول الجديد نس الجزء الثاني لقني يشم يتغنى الفيروس إن شاء الله تبعت الجديد نخ تنمي السؤال والسين إدا تغور الغفورة التاريناج كيف بدأت مسيرتك وما هي بعض الصعوبات التي واجهتها؟ فعلا نحي طغنا ايضا المسيره بدي اخت سيان سيان الفرح ديال التشويق حيت تيوريا تلوريسي تلاتون غيت تلموي ايضا الرغبه هي هي ولكن ديكس بزاف من الصعوبات بزاف من العراقيل من بين هاد الصعوبات العراقيل الامكانيات الظروف ايضا المنطقه ورديس لينها ورديس لينا ايد النادي ولما كيدعم خصوصا ايضا المنطقه اللي كيوليو خصها ديسي تمارس ايضا العاب القوى دات قلنا الصعوبه الاساسيه تاع الامكانيات يعني بنت الامكانيات ورنا طرحت للاسف السي الحسن السؤال والسيرات يدات سيغور رحمة خيرا نهل تستمر هل ستستمر في التمثيل ام ولعك بالقوى الجواب لو سقسينا ايدي تات شفت الامكانيات التمثيل شفت الامكانيات الدور كي توفر لي التمثيل شفت تاتين العاب القوى اتور وركسو انت الامكانيات التمثيل العاب القوى خصني المنطقه الدار في الامكانيات التمثيل في المنطقه الدار يعني في قد استمر ارتمنا دي الدور بعيد ان شاء الله الله يوفق سي حسين السؤال ويست 4 سي غور محمد خريف إنك ما هي نصيحتك إلى الشباب حول فن التمثيل والإخراج ولماذا تمزج بين الكوميديا ومعالجة الظواهر الاجتماعية؟ فيما يخص النصائح للشباب خويا الفن أيضا الفن هو اللي يكسب تجربة مزيان حيت تيرد غادي يكسب ديغ النصيحة هو تسيوت الرغبة وقت لا الرغبة في التمثيل فعلا كيف هذه سيرة الأريحية هي فن هي كل شيء الشباب انا موت للرغبة هذا تنصح هذا ابزار شيء تتعجب حيث هي الفن هي هي بالنسبة للمزج بين الظواهر الاجتماعية والكوميديا ينس السبب كي تجند سكر المزج بين الظواهر الاجتماعية الكوميديا بأنه إذا ديت سكر الظاهرة الاجتماعية الفيلم معين أتورو يتمكن ذلك ينجح يعني إخصاء سكر المزج بين الظواهر الاجتماعية الكوميديا باش يأتج للمشاهدين أي مليون الفيلم نيش اللي هو زيارة الرغبة باش يأتج للمشاهد ديما يتقلص الجديد نيش بيشوق دادور انتو ايضا انا الفريق النغ ان هو يسخر يتسن دورات تكوينية في فن التمثيل تقنيات الاخراج باش اي شجاع اي ساعد كل شيء الشباب نمور لا الرغبة يتغنى الفن اتصار سلتاج ان شاء الله السؤال مقالوا الحلقين تخصي غور اسماعيل شاكيب ايناش فين تشوف راسك مرتاح واش في التمثيل ولا قاعد
بالنسبة خويا طانا الهوايات تلاور ليك سنتية الرابعة سنتية سنت الرابعة إحلا ولكن تلاور يا الراحة فن التمثيل دود تشيدو الإمكانيات إمكانيات التمثيل البسيطة تينا غادي يوفرنا اللي ليك فيه الراحة ونتمنى ديسهم لها إن شاء الله. وبدوري كمخرج لأفلام قصيرة أيضا ترحب الشباب سواء الدراري ولا تيرباتي ولا يشاركونا الأفلام. سي الحسن كلمه لك اخيرا ديال البرنامج لنا دسني مير كلشي ما يديش عليه داني سقسيت نتمنى هذا الصراحه الاجوبه يمشي دا نتران ستيره دا دسني مير بزاف سيوس فاختار خفوي طانا الفرصه اي شيء يطانا فن التمثيل دست منها مسيره موفقه مزيد من الاخر. مشاهدينا الكرام نحن النهايه الحلقه نتمنى ان شاء الله دوني تعجب دا كنا على ربي الحلقه 2 السلام عليكم.